أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كور سي بلس بلس. في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم جدا يضاهي الدالة F اللي هو الدالة else if. طبعا الدالة else if مهمة جدا، وأنا صراحة بالبرمجة هواي أستخدم هذه الدالة. طيب شنو هي الدالة else if؟ الدالة else if تستخدم لتحقيق شروط إضافية. في البداية راح نحول هذه hello world إلى علامات يساوي، ممكن نزودهم بعد، وطبعا راح ننزل سطر جديد، ممكن نسوي execute حتى نظهر علامات اليساوي. طيب راح نجي نجري شرط معين، مثلا عندنا متغير int اسمه a تساوي 1، وراح نستعلم عن هذا المتغير if، طبعا نخلي اقواس ومن ثم اقواس brackets، ومن ثم نجي نستعلم اذا كان المتغير a يساوي 1. إذا كان متغير A يساوي 1، اكتب لنا cout، اكتب لنا مثلا good. طيب نجي إلى execute، عدنا هنا good. إذا ما يساوي 1 هذا المتغير، انطينا else، من خلال else تعلمناها، else نفتح brackets وأيضا نكتب هنا cout، اكتب لنا no good execute. طبعا هنا نطانا good، ليش؟ لان 1. طيب لو سوينا 2 ايش تطينا؟ execute ايضا انطاني هنا no good. طيب ليش؟ لان المتغير ما يساوي 1. طيب هنا عندنا يسموه الداله if البسيطه. الداله if البسيطه تتكون من شرط واحد فقط. الداله if else تتكون من شرط واحد، هذه تسمى الداله البسيطه. طيب الدالة المركبة، دالة if المركبة اللي هي تتكون من أكثر من شرط. مثلا نقول هنا الدرجة مثلا 6، وهنا عندنا المتغير هنا إذا يساوي لنا 5 اكتب لنا هنا ناجح، وإذا كان لا اكتب لنا هنا راسب. نجي إلى execute، انطاني راسب، ليش؟ لان هو ما يساوي لي 5، بنفس الوقت هو يساوي 6، والستة شنو؟ ناجح. طيب هنا انا عدي الستة ناجح بس انطاني راسب، ليش؟ لان ما يساوي لي 5. طيب هنا لازم اسوي مجموعة شروط، اذا يساوي 5 ناجح، اذا يساوي 6 ناجح، اذا يساوي 7 ناجح، اذا يساوي 8 ناجح، واذا يساوي 9 ايضا يكون ناجح. طيب هذه شروط كلها شو راح اسويها؟ من خلال الدالة else if. راح اجي هنا else، راح اخلي فراغ واكتب if، وراح اخلي اقواس برمجيه واعيد الشرط اللي هو a يساوي 6 انطيني شنو؟ ناجح. طبعا هذه كلها ناخذها نسخ ونضيفها هنا. يعني هنا باختصار خلينا نفرزها، باختصار اذا المتغير a يساوي 5 ايش تعطيني؟ ناجح. اذا المتغير a يساوي 6 ايش تعطيني؟ ناجح. هسه ممكن واحد يقول زين خو ليش احنا نسوي else if؟ ونجي مره ثانيه نستعلم if و if. ما يصير بالبرمجه، ما ممكن انه نعمل if مرتين، فحتى نعمل if مره ثانيه نضيف قبلها else، فتصير عندي else if حتى نضيف شرط اخر. طيب نجي هنا بعد بنهاية هذه الدالة، طبعا هذه الدالة else if بنهايتها، ايضا نكتب else if، وطبعا نضيف شرط اخر، اذا كان a يساوي 7 ايش تعطيني؟ ايضا تعطيني cout، من خلال انه نضيف brackets ناجح. بعد طبعا ممكن ناخذ كوبي هذا نفسه، يعني ناخذ من نهاية البراكتس إلى الإلس إلف، ناخذ كوبي ونضيفه هنا، ونقول إذا كان 8 بنفس الطريقة، إذا كان 9 بنفس الطريقة، إذا كان 10 غير هذني إيش تعطيني؟ راسب. طيب الأخيرة الراسب ما يصير نسويها إلس إلف، فقط نكتب else و brackets، وطبعا هنا راح نكتب cout، طبعا نكتبها cout، اقواس برمجيه
ايش راح يكون عندي هنا؟ راح يكون عندي راسب. نجي الى اكسكيوت، هنا انا عندي ناجح 6، طبعا نجرب الخمسة. اكسكيوت ناجح، نجرب السبعة او الثمانية اكسكيوت ناجح، نجرب العشرة اكسكيوت ناجح. طيب نجرب الثلاثة، الثلاثة اكسكيوت راح يعطيني راسب. ليش؟ لان الثلاثة هي لا تساوي 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10، فش راح يعطيني راسب. فاذا هذه الطريقة تستخدم لتطبيق اكثر من شرط من خلال الدالة الصفر. ممكن واحد يجي يسأل سؤال منطقي جدا، ممكن يقول احنا نقدر نتخلص من كل هذه الهوسة من خلال نجي نحذف كل هاي الهوسة كلها، نحذفها نخلي عندنا فقط ناجح وراسب، ونقول له اذا كانت المتغير اي اكبر اللي هي شفت وزاي، اكبر شفت وزاي اكبر او يساوي 5، يعني اذا يساوي 5 اعطيني ناجح، اكبر من 5 اعطيني ناجح، غير هذا الشيء ايش تعطيني؟ اعطيني راسب. طيب نجي نحذف هذه كلها، عندنا اذا كان اي اكبر او يساوي 5 ايش تعطيني؟ ناجح، غير هذا الشيء ايش تعطيني؟ راسب. نجي الى اكسكيوت، هنا انا شطاني راسب. طيب زين، اذا هنا انا عندي 8 اكسكيوت راح يعطيني ناجح، اذا هنا انا 10 اكسكيوت ايش راح يعطيني؟ ناجح. طيب ممكن واحد يقول خلونا نستخدم الاكبر والاصغر حتى نتخلص من الالس اف. ها، في بعض الاحيان الاكبر والاصغر وحدهن ما راح يخدمنا، فلابد ان نستخدم الالس اف، مثل ما راح ناخذ مثال ان شاء الله بالمحاضرة القادمة من خلال تطبيق احتساب تقديرات الطلبة اللي هي امتياز جيد جدا. هنا الاكبر والاصغر وحدهن ما راح يخدمنا، ضروري ان نستخدم الاكبر والاصغر مع الالس اف. طبعا هذه المحاضرة ما بها تطبيق، فقط اذا تحبون انتم تطبقون هذه المحاضرة بشكل يعني بشكل فردي، مو بلازم نترسلون الواجب. التطبيق ان شاء الله راح يكون بالمحاضرة القادمة، واستعدوا الى تطبيق ممتع جدا ومحاضرة قوية جدا ان شاء الله. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.